ديت ما ينفعش حد تاني، ما تنفعش. خد الصندوق اللي احنا كنا ده هنا في وصل في 197 و200 397 397 مظبوط صندوقين 197 و200 397 البخار بيطلع من التنقيب من الحبايب من تحت ان كان سليم زي الفل ما فيش اي مشاكل، ان كان مكسر ناخده على حسب الهيكل على حسب الشكل على حسب السم على حسب الطينه العجنه يعني، وبنجمع بقدر المستطاع وان شاء الله يعني زي ما انت شايف الا اذا كان يفقد حاجه بسيطه مش بدنا يزيدها. انا بالنسبه للبحسات بدايه من 81 ك بالغلب من سنه 90 فخار ترميم عامة. أنا من سنتين صابه ومصمم إنه يشتغل ويشتغل في الآثار ويشتغل في كل حاجة من الأسطوان هنا. فبسم الله ما شاء الله عليه. وإحنا سعداء بالجمع الهائل. ربنا يحفظك لينا.